البيت الأساسي. طيب في وسط بقى البطولات كتيرة والإنجازات الكتيرة اللي انت حققتيها، قولي لي أكتر لحظة حسيتي فيها بانتصار حقيقي ونشوة حقيقية. قصدك في الرياضة ولا في الحياة عامة؟ لا على كله. بصي، في الرياضة أنا بتذكر مشهدين. المشهد الأول سنة 91، احتفلت بيا في المدرسة. سنة 91 كنت صغيرة، كنت 13 سنة. طبعا انتوا مش هتحسبوا السن دلوقتي، بس خلاص يعني كنا خلاص صغيرين. لا بقول لك ايه، احنا اصلا قلت ان احنا دفعة واحدة وانا قلت سني، فخلاص انت اتفضحتي. بس هي اصغر مني في الدفعة. لا كان المشهد ان انا كان في دوره الالعاب الافريقيه منظمه هنا في مصر. وكان اول مره في حياتي احس ان انا مش بعوم لنفسي خلاص ولا لاسم النادي. انا لقيت الاستاد مليان 20,000 قاعدين فوق الاسوار وفوق كل حاجه بيتفرجوا حتى من العمارات اللي جنبنا، وكان في استلام الجوائز بيقولوا اسمك مع الموسيقى بتاعت اوبرا عايد. فكانت رهبه، احساس غريب جدا. تاني مشهد كان اخر سبق ليا في سنه 2000 في ال 100 متر حره في سيدني، و احساسك ان كل مره بتطلعي على الستارت كان دايما فلانه عايمه جنبي، دي فلان دي كانت بتكسبني زمان، ده دي رقمها كذا وانا اوحش منها، دايما كان ده الاحساس. في سيدني اللي هو اخر بطوله ليا، لما طلعت عادي اللي بنتمرن مع بعض ومتعودين على بعض واحنا زينا زي بعض، لان الفرق بيننا كان 11% من الثانيه من رقم 3 لرقم 9، فانتوا كلكم زي بعض. فاحساسك ان انت وصلتي انك تبقي من احسن 8 على العالم كان احساس جميل جدا الحقيقه. ما بيتكررش بقى دلوقتي غير زي ما قلتي في الاول، في اوضه العمليات لما تدخلي والدنيا تبقى حلوه وتطلعي في الاخر ببيبي جميل هيلثي لمامته، احساس جميل جدا، تحسي انك بتعملي حاجه جديده كل يوم. طب اخر تجاربك في التقديم التلفزيوني اخبارها ايه؟ احنا زملاء. احنا زملاء. انت انا بطلع مع زميل لخير رمضان. عجبتك خير رمضان؟ جدا الحقيقه، حسيت يعني انا بحس انا كضيفه بقيت اقلق دلوقتي، زمان كنت بقلق لما انا مذيعه، دلوقتي ما عنديش الاسئله وما عنديش حد بيقول لي حاجه في ودني. سيبها لوحدك منك للهوا. لا الحقيقه كنت بطلع، ما زلت كل يوم ثلاث مع خير رمضان على النهار. يعني هتستمري في التجربه دي؟ بحاول يعني، ايه رايك؟ لا انا شايفاكي كويسه الحقيقه. هو مين يشهد العروسه؟ بصي احنا ما ينفعش احنا نجامل بعض. نجامل بعض. رانيا